مرحبا أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم نور شو الموسم الثاني. في كتير من الناس العرب اللي إجوا على بلاد أوروبا حاملين معهم رسالة. من الناس هدول في منهم كانت رسالتهم كويسة وعندهم شغلات حلوة وقدموا شيء ظريف لهالبلد، وفي منهم مع الأسف كانوا سيئين، أساءوا سمعتهم وأساءوا سمعة غيرهم. في كتير ناس عملت حالة على أنها هي شخصية مؤثرة في المجتمع وأنه هي شخصية مشهورة وأنه هي شخصية معروفة بس من شان الشهرة ومن شان أنه يصير في بلبلة حول اسمها. لكن هاي الشخصيات الحمد لله أنه بلشت تنكشف وبلشت كل واحد يعرف مين هالشخصية، أنه هي كانت صادقة أو كانت كاذبة. في منهم قدموا شيء حلو للبلد وقدموا لأنفسهم ورفعوا راسنا، وفي منهم أساءوا لألنا وأساءوا لنفسهم وأساءوا للبلد. ضيف اليوم شخصية مؤثرة، شخصية اعتبارية لطيفة، شاب من سوريا رح نتعرف عليه لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد. ضيف اليوم مثل ما قلت لكم في المقدمة شخصية مؤثرة في المجتمع المدني. رحبوا معي بضيفنا عبد الحميد قويدر. أهلا وسهلا فيك أخي عبد الحميد في برنامج نور شو الموسم الثاني. حياك الله ويسعد مساك. أهلا وسهلا فيك وسادة المشاهدين. أهلا فيك يا أخي عبد الحميد. عبد الحميد قويدر، نعم، من هو باختصار؟ طيب بسم الله. اسمي أول شيء عبد الحميد قويدر. ولدت وعشت بدمشق بالشام، ومثل ما بيقولوا ترعرعت فيها. لحد 2011 كنت من أوائل المشاركين بالحراك السلمي، بتعرف ببدايات الربيع العربي. تماما. وبعد هيك خرجت من سوريا بنهاية 2011 بعد ما كنت معتقل بفرع فلسطين. أيوة. واحدة واحدة. تمام. أحكي لنا عن الاعتقال. يعني شو أسبابه وكيف؟ والله هو سبب الاعتقال انه مسكوني يعني بالمظاهره. هي باختصار شديد جرم يعني. كنت عم طالب بحريتي. ايوه. فبعد هيك اعتقلت، كان باواخر رمضان بليله الوقفه يعني تبع عيد الفطر. مع الاسف يعني عيدنا هيك، دللونا الشباب هنيك. ايوه. وبعد هيك خرجت من المعتقل، وخلال يعني فتره اسبوعين او ثلاثه كنت مجهز ورائي وطالع برا البلد. قدرت تطلع بعد؟ يعني لحقت حالي مثل ما بيقولوا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بتحسن تحكي لنا شوي، بتتذكر شيء من الاعتقال؟ كيف كان يعني المعاملة؟ بتذكر كل دقيقة. كانت كثير لطيفة فيها. كانت كثير ودية. طبعا انا ما بدي اقلب المود هلا لمود، بتعرف انت شو الواحد بصير فيه هنيك. طبعا بتذكر كل دقيقة فيها اللي عانيت فيها، واللحظات اللي صرت راجع نفسي فيها وحضر حالي للمجهول. وطبعا سبب خروجي ما حدا له علاقه فيه يعني غير رب العالمين مثل ما بيقولوا. فهذا الشيء اللي خلاني لا ابدا. هلا كثير ناس قالوا لي بعدين انه نحن عملنا لك واسطه وكذا، بس لا ما كان في. يعني هي فتره كانت قصيره نسبيا بالنسبه لباقي المعتقلين. نعم. يعني الله يفرج عنهم كلياتهم. امين. لانه شيء صعب، انا الفتره هي القصيره اللي عشتها داخل المعتقل لا تحتمل. يعني أنا بذكرها بالدقائق حتى يعني. حكينا شوي باختصار يعني، ماذا أزرك عليك بس أحكي لي. يعني ظروف الاعتقال هي أنا كنت بغرفة طبعا بمنفردة جالس فيها. كانت مو مثل الغرفة المنفردة الصغيرة هي، أبو متر بمترين، لا أكبر شوي، مدللة. كان في يعني طبعا باردة كانت. وكانت الفرصة الوحيدة لأني أنا أشوف المي اللي هي الله يعزك بالحمام لما بيفتح لي بس مرة واحدة. مي الشرب؟ إيه مي الشرب. أنا كنت أشرب الله يعزك من الفيدي نفسها يعني. الله. تبع الحمام هي بتقضي فيها حاجتك وتشرب فيها، وأنا كنت لحق حالي يعني غسل وشي فيها مثل ما بيقولوا. إيه طبعا الغرفة ما فيها لا شباك ولا شيء، ما بتعرف لا ليل ولا نهار. كنت عد النهار مثل ما بيقولوا بحسب وجبة الأكل اللي بيجيبوها، هي وجبة واحدة بالنهار.
شو هي كانت الوجبة؟ يعني فراريج ودسم لا يعني فراريج بس بطعم البطاطا. هي عبارة عن بطاطاية وخبزة ناشفة. وبعد فترة يعني طلبت للتحقيق. أنا بهالفترة هي اللي قعدت لحالي طبعا، ما في حدا عم يحكي معي ولا في حدا عم يسألني. منفردة هي؟ إيه منفردة. منفردة ما في معي حدا. وطبعا بالليل يعني يحكولنا قصة قبل النوم هيك مرتبة الشباب. فالواحد ما ينام بعد منها على قد مو مرعبة القصة. أصوات ما أصوات. أي طبعا هاي الأصوات هاي كنت أسمعها حتى يعني أنا من الناس اللي كانوا يأكلوا يسمعوا القصة بعدي. وبعد هيك صار في تحقيق طبعا، والتحقيق كان فيه يعني شوية تعذيب. وبعد هيك يعني كتبت تعهد، كان بوقتها ماشي هالقصة هي إنه بيطالعوك بيكتبوك تعهد بعدم إنك ما تطالب بحقوقك مرة تانية وتضل آدمي. وكتبت هذا التعهد وطلعت بناء عليه. طبعا لما طلعت من الفرع عرفت وين أنا كنت. والتزمت بما أمليت. والله حق هذا لا يلتزم. لا ما التزم، هذا يمكن التوقيع الوحيد اللي بحياتي اللي ما التزمت فيه. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد. أخي عبد الحميد، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن النشاطات اللي مارستها بعد ما طلعت من سوريا. تحكي لنا شوي عن الملتقى، ملتقى البيت الدمشقي اللي عملته خارج سوريا. هلا مثل ما ذكرت لك شاركت بكثير نشاطات صارت بالملتقى، ويعني أنا بتشرف كمان بعضويتي فيه، وإنه كنت من الناس اللي شاركوا وساهموا بتأسيسه وتعزيزه، وخصوصا بالمنطقة اللي كنت فيها بالتعاون طبعا مع كثير شباب ورجال كبار يعني لهم كل الاحترام. هلا النشاطات الملتقى كانت مقسومة يعني لعدة أقسام، نشاطات اجتماعية مختصة بالسوريين أو بالجالية بشكل عام اللي عايشة بالمدينة، ونشاطات تدريبية كانت يعني أنا كنت نظم دورات، جيب مدربين ونسق معهم ونشتغل بموضوع التسويق مع فريق طبعا أنا كنت عم بشتغل معه. هذا الشيء يعني ساعدني وعطاني كتير معلومات، ويعني أكثر صار عندي اطلاع على الآخرين وكذا. تماما. ففيني أعتبر أنه مرحلة بعد 2011 هي كانت مرحلة نوعية بالنسبة لي شخصيا. كنت عم تأسس شيء حابب تعمله؟ هلأ إيه، شاركت يعني مع شابين بتأسيس مشروع سميناه شباب واعي. كان الفكرة منه أنه نحمس الشباب ونخليهم يكتبوا تقارير أو أبحاث، خلينا نسميها أبحاث علمية ولا أبحاث أدبية. وبعد منا بدنا نعرضهم، يعني نسقنا مع عدة أشخاص كبار وفهمانين وواعيين على أساس أنه هن يقيموا هالأبحاث، وبناء عليه سوينا مرة من المرات يعني اجتماع هيك عرضنا فيه الفكرة تبعنا. عملنا عرض تقديمي حلو أو برزنتيشن اللي بيسموه. وكرمنا الناس اللي هنا كانت أبحاثهم يعني جيدة وممتازة. تمام. فهالفكرة هي كنت مساهم فيها يعني أنا وشابين من أصدقائي لما كنا هنا. هون أنتوا طبعاً أنتوا خارج سوريا. إيه هذا الحكي برا سوريا كلها. تماماً. شو في عندك كمان نشاطات عملتوها خارج سوريا قبل توصل لأوروبا؟ هلا في سفرات سويتها، مثلاً سفرة على مخيم الزعتري بالأردن. وفي عدة مؤتمرات حضرتها بتركيا واسطنبول. الغاية منها تبع الأردن كان هو يعني مساعدة بحت، عرفت كيف؟ يعني رحنا صرنا لعند الناس مباشرة، احتكاك مباشر مع الناس. ممتاز. وشفنا الأوضاع المأساوية. ما كانت الوساطة يعني بحيث أنه يضيع نص ال... لا لا لا، يعني حتى كان كل المواضيع يعني إيدي بإيد، يد من إيدي لإيده. تماما. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يسعدك. طيب هلأ نحن خرجنا من خلصنا من سوريا وخلصنا من تركيا كانت يعني. تمام. بعدين هلا رحلتك الى اوروبا كيف كانت؟ هلا لها عده اسباب. قررت تطلع اوروبا طالما كنت لها عده اسباب صراحه. تمام. اسباب عائليه واسباب شخصيه واسباب كثيره يعني. لما قررت اني اطلع على اوروبا فكنت يعني خلص مصمم، وهذا الحكي اخذ معي شيء 10 شهور يعني من بداية 2015 وأنا كنت عم فكر بهذا الموضوع. أوكي. وخصوصا أنه كان لي قرايبين هون موجودين بأوروبا يعني.
طبعا يعني خططت وشلت وحطيت وحسبت. اخر شيء اتكلنا على الله وسافرنا على اسطنبول، وكانت الرحله ميسره يعني نسبيا. يعني 5 أيام 6 أيام كنت هون، كان طريق مفتوح ما كان مسكر مثل باقي الشباب اللي عانوا للاسف 20 يوم و30 يوم. انا عانيت يعني تقريبا هيك 20 15 يوم. 30 يوم والله. الله يرضي. أيوة 30 يوم على 20. انا 6 ايام وبلا قصص، وحسيت انه رح اطلع روحي يخلصونا بقى. الله يرحمنا. لا بس كان عندي اطلاع يعني على الناس، في كثير من رفقاتي سبقوني وحكوا لي بالتفصيل شو كان الوضع يعني والطريق. كان معنا من الجروب ناس ماتت، ناس غرقت، ناس صارت بلاوي. الله هيك لا يذكرنا هذيك الايام. انا كل ما بتذكرها بشعر ب لا انا كل ما بتذكرها بتعطيني حافز اكثر، لانه الناس الجديده اللي عم تيجي على اوروبا نساعدهم ونكون ايد لهم. مثل ما حكيت انت في ناس عم تموت للاسف بالطريق. دخلنا هلا الى النفسة. اوروبا الى النفسة. كيف كان اول ما دخلت، كيف كان شعورك هيك انت دخلت على بلد اوروبي؟ نحن لأنه وقت اللي نسمع أنه نطلع أوروبا نحن طالعين للجنة، طالعين نشوف شغلات وأحلام وبتبني قصص وحكاية لحتى أنه ولا ده أعمل وده أساوي يعني. كيف كان النظرة الأولى؟ هلأ بصراحة لما وصلت على النمسا على فيينا، فكان الشعور يعني ما عم فكر اصلا بالبلد اللي انا جاي عليها، لانه كنت بتعرف انت التعب والوصخ وجوع وكذا، فبس بدي مكان انه بس اتركن فيه. ما فكرت كثير. كان عشوائي مو لا هلا اختياري للنمسا كان بمحطه الفيست بانهوف نفسها، لانه باقي رفقاتي كانوا مقررين شيء على سويد شيء على المانيا، انا كنت مقرر على المانيا كمان. بس ولكن هون قابلت احد اقاربي وبعد هو ما نصحني بشكل مباشر، بس اعطاني الخيار الكامل، قال لي انت عود وفكر. بالفعل قعدت شيء ساعه زمان يعني هيك بيني وبين حالي بالمحطه، شلت وحطيت وبناء على المعلومات اللي كانت عندي سابقا، فقررت انه ابقى فيها. وبالنهايه هي كلها يعني تقديرات ربانيه، ما حدا له يد فيها. الحمد لله. الله يسعدك. دخلت على النمسا، اول ما بلشت تشتغل او تندمج بالمجتمع النمساوي، هلا هون الصدمه اللي انت عم تحكي عنها، انه نحن كان عندنا صوره مسبقه عن اوروبا. هالشيء بلشت اصحاله لما رحنا على الكامب اللي متواجدين اللي هو بالحي 13، وبدات يعني قعدت وركنت ما مثل ما بيقولوا. وبعد منها بلشنا بقى نفكر انه كيف الناس هون عايشه. اكتشفت انه الناس تحكي الماني هون. انا فكرتهم بيحكوا نمساوي. نمساوي غير الماني. نعم. فبدات يعني اتعايش مع الوضع، انه اوكي انا وصلت لهون شو لازم اعمل، اسال كيف اجراءات اللجوء هون بتصير والى اخره هالقصص اللي بتصير. بعد هيك شي شهر تقريبا كنا دخلنا على مثل هالايام على شهر 12، فبدات هون بقى انه بدنا نعمل شيء. يعني نحن كنا بالكامب قريب 900 شخص، 300 بالمبنى تبعنا و300 بالمبنى اللي بعده و300 كمان ورانا. فهدول الاشخاص قاعدين كنا ما عم نعمل شيء. كنت انا بالبدايه شارك بالطبخ وبالتقطيع وهالقصص هي، يعني مشاركات لخدمه باقي الناس. بس بعدين قلت لا لازم ننظم اكثر، وخصوصا انه الناس عندها وقت. وبدات بقى يعني اتعرف على الناس الموجوده، انه والله هذا من البلد الفلانيه، هذا من مكانها، هذا شغله هيك، هذا بيشتغل هيك. علاقات اجتماعيه تماما. فبناء على هي العلاقات هي قلت تعوا يا جماعه، جمعتهم كلياتهم هيك باجتماع طبعا بمساعده المشرفين على الكامب، وقلنا لهم نحن عندنا هيك، انا عندي مشروع بانه نحن ننظم حالنا، نجمع الحلاقين سوا تمام. وانا لحس عابي بالناس اللي كانت عم تيجي وتتبرع للكامب، فانه بدي اسالهم يعطونا ادوات حلاقه يشتروا لنا اياها، وخلي هدول الحلاقين هن اللي يشتغلوا بالحلاقه، وبنفس الوقت قياسا عليه الخياطين، مترجمين، فريق كره قدم. ممتاز. ومن ضمنه بقى الفريق مسرح، عملنا مسرحيه بقى بالشهر الثالث. هي كانت يعني نقله كمان نوعيه بالمشروع اللي سويته تحت اسم ريفيوجيز فور ريفيوجيز، اللاجئين للاجئين. هي اول مسرحيه بتعملوها؟ هي اول مسرحيه بنعملها بالنمسا طبعا. مشاركوا فيها عده شخصيات؟ يعني سويناها على يومين، اجى تقريبا شيء 450 شخص. كان في إلي فيها أول برزنتيشن بالألماني، كان مضحك جدا. هو بالعربي ولا بالألماني؟ بالألماني عملته، كان فيه تحدي. مع العلم إنه لحد البرزنتيشن ما كنت بعرف ولا كلمة ألماني. بس المسرحية بالعربي؟ المسرحية كانت بعدة لغات، عربي وفارسي.
وكان فيها ترجمة يعني اشتغلنا عليها سبتايتل. من أول مرة عملته بالزيتيشن كان فيه ضحك كثير يعني مخارج الحروف والقصص هاي كلها. بس برافو يعني هالإصرار هذا اللي عندك حفزك لتتعلم أكثر وتبلش. إنه كان عندي فكرة إنه أنت لما بتوصل على بلد وبتقرر إنك تعيش فيها فإجباري أول شيء لازم تعمله إنك تفهم على العالم ويفهموا عليك. تمامًا. ومفتاح الفهم هذا هو اللغة. ونقطة تانية، أنت ما فيك تخلي العالم يحكوا عربي، ما فيك تخليهم يحكوا لغتك. صحيح. فبالمقابل أنت إجباري بدك تعلم لغتهم. أنت ضيف عندهم لازم تحكي لغتهم، تحترم عاداتهم وتقاليدهم. فهي موضوع العلاقات اللي بتبنيها مع الناس، والعلاقات تجي بعد اللغة اللي أنت بتعملها. هلأ لحد الشهر الثالث أنا ما كنت مقرر أبداً إني أتعلم ألماني. يعني قلت لا أخذ الإقامة بدي بلش أتعلم ألماني. فكنت أتواصل مع الناس بالإنجليزي، يعني خصوصاً النمساويين. بعد هالتحدي هذا وبعدين بقى أخذت حق اللجوء والإقامة وانتقلت بعدين على مرحلة جديدة من حياتي. طيب أول عمل عملته بعد ما أخذت إقامة دويتش كورس بس قطعت المراحل كلها أنت صح؟ إيه طبعا أنا مخلص البيز فاي من حوالي السنة، أكثر من سنة تقريبا. عملت همة يعني على موضوع الدويتش كورس، خلصته تقريبا بسنة وشهرين من الآينس للبيز فاي. هلأ ضمن هالفترة هاي اشتغلت على تأسيس جمعية بقى تكون يعني مرخصة ومسجلة بالدولة، اسمها فلوخت لينك سيلف أوسترايش، أو هي مركز مساعدة اللاجئين بالنمسا الإفهاو. هاي المنظمة أعطتني نقلة نوعية هون بالمجتمع، لأنه بناء على علاقات اللي أنا بنيتها مثل بيضت هالعلاقات هي من خلال هالجمعية، فصرت كونت فريق من الناس اللي بعرفهم وتعرفنا من جديد على ناس. وطبعا ما كنت لحالي يعني بهالقصة، كان معي أصدقاء اثنين بتمنى لهم كل الخير لحد الآن، إن للأسف حصلوا على رفض ورجعوا على بلدهم، بوجه لهم تحية طبعا. فأنا وياهم يعني بلشنا بقى بدنا نحط أساسيات، صار في لجنة إدارية، نظام داخلي سجلنا، تسجيل لوجو ديزاين نظامي يكون لهي الجمعية، وبعد وحطينا رؤية، حطينا تسيلة أو أهداف كمان للمنظمة، إنه 1 2 3، واشتغلنا بناء عليها بإنه نضيف ناس جداد من اللاجئين ونطلع نعمل نشاطات للاجئين اللي لساتهم بالكم. أيوة. هلا هي كانت منظمه اكثر غير الريفوجيز فور ريفوجيز تماما. كانت منظمه اكثر، سوينا 3 فرق هن عن موضوع النشاطات والمساعده للاطفال والحلاقين، وصرنا نطلع مثلا بيوم احد او يوم سبت يكون يوم عطله نطلع على كامب الحلاقين يحلقوا للناس. طبعا نكون متواصلين ومخبرين العالم قبل. أيوة. هيك. أيوة. وفي فريق تاني عم يلعب مع الأطفال كل نشاطات مجانية طبعاً. إيه ما في أي شيء أبداً، لا بدون أي مقابل. كان في راعي رسمي لكم أو لا؟ للأسف نحن هذا التمويل مننا، نحن كنا المولى. طبعاً بعد هيك لما كتروا الأعضاء فصرنا نعمل اشتراكات شهرية، فصار كل عضو منتسب للإفهاو يعني مقابل إنه كمان عم يشتغل تطوع، فعم يدفع كمان هال5 يورو اللي هي اشتراك شهري. ففي كتير شباب يعني ما شاء الله عليهم تعبوا معنا واشتغلوا كتير على هالموضوع. بعد ما انتقلنا على نشاطات اجتماعية أكبر بحيث إنه ما نحصرها نحن بالكمبات، لأ عملنا نشاط تاني. أيوة تماماً، أخذنا صالة كبيرة اجتمع فيها أكثر من 900 شخص وشي 250 طفل. كان في فقرات كثيرة من ضمنها الأكل، جبنا فرقة عراضة، جبنا أحد الناس اللي صاروا يغنوا أغاني شعبية الدور العربي السوري. أيوة تماماً، ودعينا عليه كثير ناس يعني حتى نمساويين دعيناهم عليه لحتى بس نورجي الناس يعني إنه تعوا شوفوا ثقافتنا كمان، يعني نحن عنا كولتور. وتمثلت يعني الثقافة أكثر شيء بفرقة العراضة اللي حضرت بالتيابة وبالكستومة تبعها وبلشوا بقال بالأغاني الشامية هاي الدبكة والعراضة والقصص هاي. وطبعا كان في فقرات تانية أكل سوري مختلف ومتنوع، وفي فقرات للأطفال وفقرات ألعاب وإلى آخره. كان نشاط كبير على مستوى نشاط اجتماعي، عمل ضجة كتير كبيرة. يعني أنت 900 شخص تجمعهم تحت سقف واحد
وبإمكانيات اللاجئين. يعني نحن تلقينا دعم من بتذكر من شخصين بس مولوا أجزاء صغيرة من الـ هي الفرانشتالتونج أو الفعالية، بس باقي الشغلات نحن دفعنا بالأول، وبعدين يلي إجانا من بيع الأكل والكذا غطينا فيه المصاريف. فكانت بالشامي منقول من دهله سقيله يعني. ما جبنا شيء. استمرت الآن المنظمة اللي وقفت؟ هلا لا، للأسف متوقفة صار لها سنة بعدة أسباب كتيرة. طبعا أنا من خلال هالمنظمة حاولت أني كرس مفهوم العمل الجماعي للناس، وخصوصا للسوريين بشكل خاص، يعني لأنه للأسف نحن كسوريين ما تشكل عنا هذا الوعي الجماعي أنه نحن كيف نشتغل بتيم وورك، نشتغل بيد جماعية، يكون اسم المنظمة هو قبل اسم الشخص. وهذا الشيء حاولت كثير يعني بكل منحرف من مناحي المنظمة كان ينذكر فيه، مثلا أنه عبد الحميد هو الإف هاو، أنا قلهم لا، أنا كنت مستلم الإف هاو بس ما أنا الإف هاو. وكنت أقول للشباب باجتماعاتنا الأسبوعية اللي كنا نعملها أنه نحن بدنا نوصل لنقطة لما بيروح عبد الحميد وفلان وفلان من الجمعية، فالجمعية تضل مستمرة ما توقف. هل أفكار هي يمكن ما ناسبت بعض الأشخاص، أو يمكن ما سوعبوها ناس تانين؟ هو في كتير ناس تقول لك أنا بدي أعمل كل شيء، يعني أنا بدي أصير مدير، أنا بدي أصير المنفذ، يعني أنا بدي أصير الجامعة، أنا بدي أصير كل شيء. هي روح المسؤولية يعني ما كان موجود عند البعض. نشاط حلو إنه يكون يعني يقدر يعمل شيء، عرف شو، أو يقدر يعمل كل شيء، بس مع الأسف لازم الواحد يعني إيده هي ما بتسفق. تماماً. ف يعني نحن صار في عنا انتخابات. تخيب على أساس أنه شخص جديد، على أساس أنه هم جديدة، ونعمل يعني شغلات جديدة. أيوة تماماً. كانت يعني يا سيدي يمكن أنا وعدة أشخاص اللي كانوا اللي صوتوا، يعني هي المرة الأولى اللي فينا منقول أنه مارسنا حقنا الديمقراطي بالتصويت. وبالفعل يعني كان فيه خلاص ربح ربح، خسر خسر، ما في أي مشكلة، وبالنهاية كلنا ربحانين كنا، بس للأسف خسرنا يعني بعدم كفاءة الشخص اللي استلم. مثل ما قلت لك في كتير أسباب يعني صارت، وأنا بنفس الوقت كنت أخذ كمان بحياتي الشخصية منحة تاني، كنت بالإضافة للإفهاء ومشارك بعدة منظمات تانية نمساوية عم حاول أني انخرط فيهم، ومتخصصين بالمجتمع المدني حتى. طيب رح نحكي عن هالجمعيات لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع. أصدقائي فاصل ونواصل. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد. أخي عبد الحميد، كنا بنحكي قبل ما نطلع فاصل عن النشاطات اللي عم تمارسها الآن في مدينة فيينا، تحكينا شو عن هالنشاطات؟ هلا بالتوازي مع المنظمة اللي كنت أشتغل فيها اللي هي الإف هاو، كان لي نشاطات تانية بمنظمات نمساوية تانية. مثل بذكر بالبدايات بال 2016 يعني بعد تأسيسي للإف هاو، فشاركت كمان بمنصة تانية اسمها بلاتفورم فور أينة منشليخ أسول بوليتيك. هاي المنصة هي مشاركين فيها عدة منظمات مجتمع مدني، ما بتحمل طابع توجه سياسة حزب واحد، وإنما هي مجموعة من الأشخاص اللي منتمين لعدة أحزاب. طبعا نشاطاتهم هن بيعملوا فعاليات اجتماعية سياسية أكثر، وبينظموا بقى المظاهرات ضد الحكومة اليمينية المتطرفة اللي اجت على النمسا من جديد. طلع من الحكومة الجديدة طبعا. هلا قبل هاي الحكومة هاي كانوا ينظموا مظاهرات لاستقبال اللاجئين وللترحيب فيهم، ولفتح أبواب للاجئين. ايوه تماما، ولفتح أبواب الحدود. فيلكومين ان أسترايش يا او تمام فيلكومين فلوتلينج. فبال 2017 تشرفت بانه يكون لي صوت وكلمه على الستيج على المنصه باحدى المظاهرات اللي كان حاضرها يعني الاف من الناس، وحكيت الكلام حكيت يعني كلمتي بالالماني، ذكرت فيها انه نحن اصلا جزء من هذا المجتمع، طالما نحن عم نتعلم هي اللغه وحابين انه نضل هون كمان، وانه يعني نحن كمان نتشكر الناس اللي ساعدونا من هالحكي هذا. انا بتذكر كلمه كنت اخر كلمه قلت فير زند الي منشن. ايه فيا الي زند الي منشن زند. هي قلت انه ناين سو راسيزموس، يعني لا للعنصريه لا للتمييز العنصري، نحن كلياتنا بشر وعايشين هون.
فهي كمان عطتني كتير علاقات أكبر مع الناس ومع الناشطين أكثر بالمجال المجتمع المدني. والمنصة أنا شاركت فيها تقريبا بأربع كلمات، بأربع مظاهرات مختلفة بمواضيع مختلفة. آخرها كان بباساو بألمانيا، كان في عن موضوع تسكير الحدود أو مراقبة الحدود اللي عم يحكوا عنها الحكومة. فطلعنا لهنيك اجتمعنا، يعني عملنا مظاهرة طلعت مشي من حدود النمسا، من قبل الحدود بشي كيلين 2 كيلومتر، لوصلنا لمدينة باساو. هنيك كان في ناس عم يستقبلونا، وبقال كان في عدة كلمات من ضمنهم كلمة لإلي ذكرت فيها انه هي الحدود هي بتذكرنها بالانقسام وبالشبالتونج وهالقصص هي، وبانه اوروبا رح تضل وحده ومفتوحه على بعضها مع استقبال اللاجئين وهالحكي هذا. في كان غيرك كمان عربي في نفس المنظمه؟ لا بس هلا للاسف بالبلاتفورم ما في غيري العربي فيها او القادم الجديد اللاجئ الجديد اللي كان موجود، بس كان في اشخاص مسلمين نمساويين يعني حاضرين، كان في اشخاص من اصول مهاجره بس هن نمساويين كانوا حاضرين اصلا ونشيطين، يعني هن بالاساس نشيطين بالمجتمع المدني. النص لما بتكتبه انت بالالماني انت بتختاره، ولا في مين جهه توجهك انه تختار الكلام اللي بدك تحكيه الايام امام الناس؟ هلا بالاجتماعات التحضيريه تبع المظاهره بنحكي بقى نتناقش مين بده يحكي، فبيكون في موضوع متعلق مع اللاجئين. فبما انه انا اللاجئ الموجود يعني فبتتعبى فيني القصه. حاولت بعد الكلمة الأولى حاولت أني أتواصل مع لاجئين تانين قل لهم يا جماعة تعالوا في كلمة مين حابب يحكيها، لأنه يعني كمان أنه نفس الوجه يطلع يحكي عدة مرات ما حلوة تكون. فللأسف يعني ما لقيت التفاعل، هذا ما كان في تفاعل كتير، في كم شخص أبدوا يعني رغبتهم بس كان سوش بيت يعني بوقت متأخر. النص لا أنا بكتبه بناء على الموضوع، فأنا بكتب شو النقاط، شو الفيرك بونكت، النقاط المهمة اللي هلأ عم يتعرضوا للاجئين بهالفترة هاي من هون للمظاهرة، وبكتب بناء عليها. مثل مثلا قبل آخر كلمة كانت بالهوبتبانهوف، كانت متعلقة بموضوع المسلمين بشكل خاص وبإغلاق المساجد اللي أغلقتها الحكومة الجديدة. فحكيت عن موضوع انه بتفصيل عن انه بدل هالحكومه هي العنصريه اللي قاعده عم تسلط الضوء على فئه من الناس اللي هن جزء لا يتجزأ من النمسا مسلمين، بدل ما عم يعني تتناقش بالقضايا الاقتصاديه وكيف نحن لازم ننهض بالنمسا اكثر ونخليها ترتقي لمستويات اعلى، عم يعني مثل الولد الصغير اللي حاطط هيك دابه من داب مجموعه معينه من الناس، تكون شماعه هي أيوه دائما اي شيء بصير واللاجئين يعني مثل انت اخي نور بيجي واحد هيك ليل نهار قاعد يمين لك نور انت مالك سوري، نور انت مالك سوري، نور روح انقلع من سوريا. طيب يا اخي وين بدي انقلع، يعني انا نمساوي انا سوري يعني وين بدي انقلع. فهي للاسف يعني كنت صديت لهالحكي هذا. الحكي كله صار من جديد يعني بعد موجه اللاجئين، ما كان في قبل لا هلا الصوت العنصري ما مات، بس للاسف من سنه من لما استلمت الحكومه هي الجديده فعلي الصوت كثير، يعني حتى بتشوفه باماكن العمل، يعني حتى بتشوف هيك صوت خافت، بس ولكن من النظره احيانا من الحركه بتفهم هذا الحكي. عرضت انت لحالات عنصريه هون خلال مسيرتك؟ لا بشكل مباشر لا، بس ايه يعني حتى حاورت 3-4 اشخاص رافضين لفكره استقبال اللاجئين، اخرهم واحد من شي فتره شهر اصلا هو يعني عم يقول انه بدعوى الاسلاميزيرنج وانه هذا المجتمع تاسلم تبعنا ومن هالحكي هذا، واخذ صوره للاسف غلط جدا عن المسلمين. فكأي مشكله بتصير بالعالم ببلش بقى بحطها بداب المسلمين مباشرة. خصوصا بالنمسا. قعدت اتناقش معاه يعني كشخصيه كشخص ما في مشكله معه انا شخصيا، حتى هو عم يعني من ضمن الاسئله عم نتعرف على بعض، فعم اقول له انه انا بشتغل بالشركه الفلانيه، حضرتك شو بتشتغل؟ فبيقول لي انا اربايتسلوز، فبقول له لا انت يعني مالك اربايتسلوز، تو بيست اربايتسوخه. فهي عندك عمل انت لازم تدور على عمل. ايه تماما. فيعني هي الصوره النمطيه الماخوذه انه هذول اللاجئين قاعدين ونحن اللي عم نشتغل، نحن اللي عم ندفع ضرائب، يعني انه للاسف انا بتمنى له والله، ويعني عم حاول اني ساعده لحتى يلاقي شغل،
بس انه انت قاعد واصلا عاطل عن العمل وقاعد عم تفتري على ناس ثانيين هن جزء من هذا المجتمع مو اللاجئين، عم بحكي عن المسلمين بشكل عام. فيعني في بلود بالقصة، في يعني ايه يعني ما انا ماخوذه بجديه. التحفيزات اللي عم بتحفزك تشتغل هيك شيء وتستمر النشاطات وتشارك بهالفعاليات، في حوافز لازم تكون اكيد شيء يخليك تعمل هالشيء. والله شوف، اول حافز هو حافز انساني بحت، لانه الحمد لله الله اكرمنا وسوانا بشر ما سوانا حيوانات. والبشر متفضلين عن الحيوانات بانهم بيفكروا وبيساعدوا بعض بالعقل. تمام. بالنهايه نحن كلياتنا بشر، وبآمن بي يعني انا ما بحط ببالي انه والله انا عندي جنسيه معينه الاخرين عندهم جنسيه معينه ففي تفرقه بيناتهم. انا بآمن بانه كل الناس سنن سواسيه، اللي بفضلهم عن بعض اللي هن شغلك انت شو بتعمل لهالمجتمع هذا. دليل كلامك زواجك من نمساويه. هذا حكايه ثانيه. يعني الانسان فعلا، والانسان بطبيعته البشريه هو يعني ما في عنده، لازم يكون في عنده تمييز انه والله هذا تماماً. مسلم، هذا مسيحي، هذا تماما يعني تماماً. من غير جنس. المسيء مسيء سواء كان يعني ملحد ولا متدين ولا من اي دين كان، يعني المسيء هو مسيء والمنيح هو منيح سواء وين ما كان يكون. هلا في تفصيلات تانية بنجي بقال يعني ابواب تانية موضوع الاديان ما بدنا ندخل فيها، بس ولكن الفكره هي اول دافع. الدافع الثاني هو دافع ديني بحت، يعني انا ديني هيك بيامرني، هذا اعتقادي وهيك انا بعتقد فيه، بيامرني انه ساعد الناس، تتعامل بالمنيح مع الناس، ما تسيء للناس وتحترم ارائهم كمان بالمقابل. هي الحوافز هي اللي خلتني. هلا في حوافز ثانيه انه من حرقتي انا، انه نحن ما تعلمنا هذا الشيء بسوريا، وانا بقول لك اياها بكل صراحه، انا تعلمت العمل التطوعي من لما طلعنا بقال من لما طلعت انا من سوريا، وبدات بقال شوف العالم بمختلف لهجاتهم وثقافاتهم المتعدده، اختلطت مع كثير ناس، حتى يمكن انت تلاحظ هلا ما عم بحكي شامي لاني ما عم بعرف احكيها للاسف نسيت. صار في كتير كلمات صرنا ما بدنا نعرف نقولها بالعربي. تماماً. يعني حتى أنا بيمر علي أيام يعني ما بحكي فيها عربي بسبب إنه بالبيت بنحكي ألماني. هذا الشيء سيء عجب كويس؟ لا أبداً مو سيء، لأنه صرنا ننسى شوي من اللغة يعني. إيه بس تتذكرها ما عاد تنسى. هلا هي شوف لغة التواصل مع الناس بتنفهم، يعني ما أنا ما بدها قواعد كتير باللغة العربية فصحى أو ألمانية فصحى، يعني هي لغة سلسة مع الناس. شو حابب تعمل هلا في المستقبل القريب؟ شو في عندك مخططات رح تعملها؟ هلا حاليا أنا عم بشتغل ومتفرغ تقريبا للشغل، معبي وقتي، وبنفس الوقت عملت أوس بيلدونغز هون بمجال البرمجة. أنا أصلا مطور مواقع ويب ديفلوبر، فعم بشتغل بهذا المجال، وبنفس الوقت عم بدرس برامج لغات برمجة تانية عم بدرسها حاليا، يعني برل أو بالتوازي مع الشغل. نشاطي بالأعمال التطوعية ما وقف، يعني أنا عضو كمان بدوك شتيلة فور مسلمة اللي هي مركز توثيق الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين. هذول كمان شباب نمساويين مسلمين وغير مسلمين عم يحاولوا انهم يوثقوا الحالات العنصريه ضد المسلمين، بيعملوا وركشوبس ورش عمل بحيث انه هن يوعوا الناس اكثر باهميه توثيق الحالات اللي بتصير معاهم، حتى يعني بنشاطات ثانيه بيوعوا الناس بدورات تدريبيه، في يعني عده نشاطات ثانيه عم نسويها بالدوكشتيلة. انا كمان عضو بمنظمه للرجال فقط اسمها راوند تيبل، هي شغلة يعني انترناشونال هيك، شغلة دولية شوي، بتعمل نشاطات كمان اجتماعية، بس بنفس الوقت في لهم علاقات مع مدن تانية، مع نفس الراوند تيبل بس بمدن تانية أو ببلدان تانية. الفكرة منا أنه نحن فريندشافت اللي هي الصداقة اللي عم نكونها مع العالم، بحيث انه اذا شخص عضو بالهند بالراوند تيبل وحابب يزور فيينا هي كمثال، فالراوند تيبل تبع فيينا بتستقبله. صار التواصل. ايه تماما. رقم اثنين لانه بدي اكتسب اللهجه الفيناويه، هن كلياتهم ما شاء الله نمساويين وبيحكوا غير يعني لهجه. انا من حوالي سنه وشهرين انضميت لها، كنت اول ما انضميت ما كنت افهم شيء عليهم.
فلا هلا بعدين بما انه في احتكاك بالعمل عندي مع نمساويين وكمان بهي المنظمه كثير مفيد بالوقت الحالي لتعلم اللغه تمام. يعني هذا الشيء كثير ممتاز. الحمد لله ما عم واجه مشكله يعني كبيره بموضوع اللغه ابدا، يعني صرت قادر اني اعبر واحكي عن الشغلات اللي ببالي وحتى صيغها بجمل مضحكه او بجمل مستفزه احيانا لان بحسب الشخص اللي عم حكي، يعني هي كمان تلعب دور أكثر من إني أحكي بس مجرد لغة ألمانية بس كسرت جملة إني والله خلاص حكيت كلمة وخلاص أطف الحمد لله. لا صار في يعني لعب بالموضوع. عبد الحميد، الخوف اللي كان عنا في سوريا هل لازال متابع معك إلى الآن؟ يعني مثلا لما كنا ما نقدر نحكي أي شيء أو ما نقدر نعمل شيء أو كذا بحكم الدكتاتورية اللي عنا، هل لازال الآن موجود؟ أنت وقت عم تطلع بتحكي قدام الناس وبتطلع تشعر انه انت عم بتخاف انت بتحكي كلمه انه ممكن حدا يجي يعتقلك، ممكن حدا يجي يخطفك، ممكن يجي حدا يطلب عليك فديه او كذا؟ والله ما في شوف خوف، ما في خوف، بس في الواحد بيحسب حساب، يعني اذا حكى كلمه غلط شو ممكن تكون عاقبتها. بالنهايه نحن ما لنا ضد حكومه كافراد كانسان، يعني مالي انا ما بكرهه لشخصه، بكرهه لافعاله العنصريه اللي عم يعملها، الاتجاه اللي عم يشتغل عليه تمام. في نظرنا هو خاطئ بس تمام. في نظره كله عم يشتغل صح تماما. اما من ناحيه الخوف لا ما في خوف. هلا في خوف كان مزروع من قبل تمام، ولحد الان انا بواجهه بعده مواقف. يعني مثلا من حوالي الست شهور شاركت بوركشوب عاملينها البوليتساي الجهاز الشرطه، كان هن عم يعملوا مثل كونتاكت بينهم وبين المجتمع المدني لحتى يشوفوا نحن شو عنا آراء للشرطة، شلون تقييمنا لجهاز الشرطة، وبنفس الوقت هن بيعلمونا بشغلات جديدة عم يسووها بالجهاز الشرطة ككل. فأنا كان تركيزي على نقطة محددة. والله كويس في تشاركية بهالشغلات، إنه يعني نحن وقت نشوف شرطي من بعيد كنا نخاف. لحد الآن نخاف. معقول لحد الآن عم بحكي معاه وما عاد عرفت كيف بدي احكي مع هالجماعة، مع انه والله اكابر انهم قاعدين وما في شيء. فانا ركزت على هالنقطة تماما، انا قلت له يا اخي نحن كافراد جاي من مجتمعات قمعية ومن مجتمعات ما بتحترم الناس وحكومات والى اخره، وانا لما عم بحكي معك انا يعني اوكي ماني خايف منك خارجيا بعرف مطمن، بس في شعور لحد الآن بشعر فيه اني انا بخاف منك. قلت له بجوز هذا الشيء بالنسبة لي خف كتير، بس بالنسبة لكتير ناس وخصوصا الناس اللي للأسف عانوا من مشكلات بسبب الحرب اللي صارت أو بسبب الدمار والقصف اللي صار على سوريا، عانوا كتير من مشكلات نفسية، وبتجي أنت لما بتقابلهم وبدك تحكيهم بأسلوب شوي فظ فلح يصير عنده ردة فعل سلبية جدا، بجوز توقعه هو الشخص بمشاكل جنائية أو بمشاكل يعني هو بغنى عنها. فكان في استيعاب لهالنقطة هي، يعني حتى كانت نقطة جديدة ما بيعرفوها هنن، يعني انت كشخص ولدان هون وعايش هون شرطي مثلك مثله عادية. يعني حتى اللي جاي من برا هي هون مشكلته للأسف تماما. فهنن كتير اخذوا بعين الاعتبار هي النقطة هي ووعدونا نشوف بقى مثل الوعود اللي عنا ولا مثل الوعود اللي هون، وعدونا انه هنن رح يعمموا هذا الشيء ورح يدرسوها اكثر هالحالة هي بحيث أنه يكون التعامل مع اللاجئين بشكل خاص أكثر. عبد الحميد، أنت من الأمثلة الحية الموجودة الآن في فيينا اللي ترفع لها القبعة بصراحة، مو بوتشك أنت أخي إن شاء الله. الله يسعدك. كلمتك الأخيرة. والله شوف العمل التطوعي بيعطي قيمة للإنسان بكل صراحة. الإنسان العادي المواطن العادي بيشتغل بياكل وبيشرب وبينام وبس، وأنا للأسف شفت يعني يمكن الغالب الأعظم من الأشخاص اللي أنت استقبلتهم ببرنامجك هن كانوا ناجحين، بس ناجحين كأشخاص، عرفت كيف؟ وليس لفريق تماما وليس لي. وهلأ يعني حتى عبد الحميد اللي جالس هون يمكن كإنجازات شخصية، يعني أنا ما أخذ دكتوراه لحد الآن، ما والله أخذ شهادات بالجامعة لحد الآن مع أني درست بالجامعة، ما والله عندي إنجاز براءة اختراع لوحدي سويتها، ولكن الشيء اللي الحمد لله بفضل الله صار هو لأني أنا شاركت مع ناس تانين، فأنا لحالي ما نجحت، نجحت مع ناس تانين، وهذا الشيء اللي أنا بتمنى أني أشوفه، أنه عن جد لما أنت تستقبل هون ناس يكون يعني شخص ممثل لمجتمع مدني، ممثل لمنظمة أكثر من ما هو ناجح بحياته الشخصية. طبعا لا
طبعا ضروري الواحد ينجح شخصيا، بس ولكن المجتمع المدني بحاجة لجماعات، بحاجة لتيم وورك، بحاجة لتشاركية بالأفكار وثقة متبادلة تماماً. وبنفس الوقت بحاجة لأخلاق تماماً. لأنه شفت كتير أنا للأسف أشخاص بلا أخلاق أساءوا استخدام المجتمع المدني والعمل الجماعي لمصالحهم الشخصية. وأنا وقعت بعدة مطبات علمتني منها كتير، يعني تعلمت كتير منها. فهذا الشيء اللي أنا بنصح فيه كتير ناس، إنه أخي المجتمع المدني والحياة الجماعية بتعطيك عن جد قيمة لحياتك، بتعطيك شغلة فيها تجدد، فيها تشاركية مع الناس، بتعرفك على كتير ناس. يعني في كتير شغلات يمكن ما حكيناها، نشاطات عرفتني على أشخاص ما بحياتي يعني فكرت أني التقي معهم، من أديان تانية ولا من أفكار تانية ولا من اتجاهات عنصرية تانية، يعني كانسريخت مثلا، قعدت معهم وحكيت وصار في حكي وصار في نشاطات حتى معهم. سنشد عضدك بأخيك. يعني فالواحد ما بيقوم لحاله، وإنما بيقوم مع الناس التانين. أنا هاي اللي بتمناها من الناس، وخصوصا من اللاجئين أو القادمين الجدد اللي هن جايين عن النمسا، إنه هن يتواصلوا حتى مع الناس اللي عندهم خبرة، العرب اللي كانوا موجودين هون اللي هن أوريدي عندهم خبرة أو عندهم خلفية. بس كثير ناس قديمين كانوا هون، استغلوا مكانتهم، استغلوا قدمهم، استغلوا لغتهم باستغلال اللاجئين مع الأسف. يعني موجود. في عدة شخصيات موجود، بس نحن كمان الله حطنا عقل حتى نميز المنيح من العاطي. صبحنا تقع شغلة بتحس عليها بس مثل ما حكينا بالبداية، إنه المسيء موجود من كل فئة ومن كل مجموعة، في مسيء وفي منيح، فدور على المناح والتحق فيهم، يعني الزاق فيهم تمام، لحتى تصير بالنهاية أنت منيح مثلهم وأحسن منهم. هي نصيحة بيعطيك كتير كونتاكت، بما أنه نحن مسلمين كمان اعمل كونتاكت مع أو تواصل مع الجالية المسلمة، لأنه هي كبيرة كتير، وفي للأسف أشخاص بيفكروا أنه المسلمين هن بس العرب اللي إجوا، وحتى في ناس بتفكر أنه هن المسلمين إجوا من 3 سنين. يعني ولا كأنه في إسلام صار له عمره أكثر من 100 سنة هون عايش بالنمسا، والدين الثاني المعترف فيه بالنمسا بعد المسيحية، المدارس الرسمية الحكومية تماما. فأخي تواصل مع هدول المسلمين اللي عايشين بهذا المجتمع، عندهم ثقافة تانية، عندهم بتتواصل معهم، بتتشارك معهم، وخصوصا يعني بهالحملة هي اللي عم يتعرضوا لها المسلمين. طب المسلمين ما في عندهم فعاليات هون؟ عم تصير كتير نشاطات، عم تصير شغلات كتير. لازم توضح الصورة كتير عم يصير. وحتى يعني إذا الأشخاص حابين ياخذوا تفاصيل أكثر عن الفعاليات والمناسبات اللي عم تصير، أنا مستعد أقدم. ما في يعني جمعتين أو أسبوعين عم يمروا على فيينا اللي بيكون فيها إيفنت أو مناسبة لمسلمين أو حول قضية إسلامية. هي أسبوعياً أو شبه أسبوعياً عم تصير. وكمان في كتير أشخاص فاعلين من المسلمين وغير المسلمين قاعدين عم يدافعوا عن المسلمين. يعني حتى في أشخاص يهود قاعدين عم يدافعوا عن المسلمين، في أشخاص بوذيين قاعدين عم يتكاتفوا. هي الفكرة الموجودة بهذا المجتمع. هذا المجتمع هو عبارة عن مجتمع واحد فيه كتير مختلف، هيك مزيج وميكس من عادات وأديان وثقافات مختلفة، بس بالنهاية الغالب الأعم هو متشارك بفكرة أنه كلياتنا بالنهاية مجتمع واحد، مثل طبق الفواكه. يعني فيه موز وفيه تفاحة وفيه فراولة يعني وفيه يعني عدة شغلات، وكل واحد منك شكل الله يكرمك. فكل شيء يعني أنه بتحب تأكل من كل لقمة كول بتتهنى، يعني حتى منظرة بصير جميل، فالتشاركية ما في أجمل منها تماماً. يعني هي كمان بمعنى من معاني الحديث، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فخلي هالجسد الباقي اللي عم يتداعى مننا نحن كمسلمين ما يكون حتى كمان مع الآخرين اللي عم يساعدونا مشكورين. هي الفكرة، أنه تواصلوا مع الناس يا جماعة، ما في داعي لقعدة البيت. والله في فيينا مليئة بالمناسبات، حتى كمناسبات اجتماعية غير دينية يومياً، في يومياً بتلاقي في فيينا. فيلي بده بيسعى بيلاقي، يلي ما بيسعى ما بيلاقي. شرفت فيك عبد الحميد، شكرا لحضورك الجميل اللي اسعدتني فيه. انا طبعا كلامك لا يمل، وبحب نتدارك اكثر ونحكي اكثر، لكن وقتنا ما بيسمح. شكرا كثير، وانا ببارك لك يعني بدايه ونهايه بالموسم الجديد من نور شو. الله يبارك. بتمنى يعني هيك النجاح والتوفيق اكثر واكثر، انت والشباب كمان. الله يعطيكم الف عافيه. شكرا لك عبد الحميد، شكرا لوجودك معنا في برنامجنا الموسم الثاني. شكرا كثير. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا، وبنتشكر مرة تانية الأخ عبد الحميد لزيارته، وكان ضيف عزيز علينا. إن شاء الله بنشوفكم في حلقات تانية، وأنا مني سلام عليكم.